هلا اجى الوقت اللي صار لازم فيه نترك اليوتيوب. تحب اني اكون شاب أم سيف يوتيوبر معروفة بتقديم فيديوهات للعبة ببجي موبايل المشهورة واللي تابعها على يوتيوب أكثر من 5 مليون مشترك، إلا أنها أثارت الجدل مؤخرا بآخر فيديو نزلته على قناتها على يوتيوب من بعد اختفائها لمدة أسبوع، واللي كان بعنوان آخر فيديو بقناتي، واللي كانت مدته 30 ثانية فقط. قضينا أيام كتير حلوة على اليوتيوب مع بعض، أحلى سنتين مرقوا بحياتي السنتين اللي عشتها معكم، وهلأ جاء الوقت اللي صار لازم فيه أني أترك اليوتيوب. واللي أثار قلق المتابعين وبشدة هي حركة أم سيف بضم أصابع إيدها بمنتصف الفيديو، واللي اعتبروا البعض أنه كان إشارة لطلب الاستغاثة وأنها كانت تحت التهديد ومخطوفة. بس حابة أني لكم شغلة، فهون بلشت ردات فعل عدد كبير من صناع المحتوى على يوتيوب، فشفنا عدد كبير من الفيديوهات واللي اعتبرها البعض استغلال للموقف اللي كانت فيه أم سيف لحصد المشاهدات، خاصة تجاه الناس اللي طلعت عدد كبير من الإشاعات والأخبار الكاذبة، واللي كان من بينها خبر موت أم سيف. فبعد ساعات من انتشار الخبر ومن بعد ما حقق الفيديو ملايين المشاهدات، انتشر فيديو لشخص حكى فيه أنه تواصل مع أم سيف شخصيا وبعثت له تسجيل صوتي وأكدت فيه أنهم بخير. تواصل معهم بإذن الله بحسب ما جاء على لسانها بأنه ادخلت الجندرمة وتم حل الأمر، وبإذن الله خلال أيام ربما تكون معكم مجددا على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر منصتها في يوتيوب. خلينا نسمع التسجيل. الحمد لله نحن كلياتنا بخير، والجندرمة من شوي اجت وتدخلت. إذن أخواني الأكارم، حبيت طمن الجميع بأنهم الحمد لله أصبحوا بخير بحسب ما وردني من تسجيل صوتي. ولحد الآن لا يملك أي أحد القصة الكاملة وراء هذا الفيديو وشو الغاية من وراء هذا الفيديو، وهل إذا حقا كانت أم سيف مخطوفة أو تحت التهديد أو لا. فشو رأيكم أنتوا بالموضوع؟ اكتبوا لي رأيكم كاملا تحت بخانة التعليقات.